ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Welcome to Ealim Institute and this is الشيخ عمرو حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, my student, الشيخ إبراهيم الهادي؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك. And that's your new plan. إن شاء الله we will start reciting from سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.